المميز بالمؤتمر السنة هو الحقيقة اللي بسموه بالإنجليزي راوند تيبل ديسكشن أو حلقة نقاش الطاولة المستديرة. حلقة نقاش الطاولة المستديرة بشكل عام هي إنك تاخد قضية معينة كبيرة وتطرحها كل النقاط اللي فيها على مجموعة من الخبراء يكونوا مجتمعين حوالين الطاولة، هي بنسميها مستديرة بشكل عام، بيكون شكلها مستدير أو مجموعة من الطاولات المستديرة. والخبراء بيبدوا آرائهم في جميع النقاط، أو قد تكون عدة قضايا صغيرة يأخذوا نقاط منها، وبعدين نطلع بصور مشترك بالحلول وخطوات التنفيذ المستقبلية. كل القاعدة منها تنطلق من مبدأ إنه يشاورهم في الأمر، أو إنه عقلين أفضل من عقل واحد، وثلاثة عقول أفضل من عقلين، وهكذا. فبالتالي حلقة النقاش المستديرة عادة تبع أي موضوع غالبا ما تنتج حلول جيدة للمستقبل، وكثير من الأحيان بيطلع منها حلول مبتكرة أيضا بتؤدي إلى تطوير آليات العمل في أي مجال من المجالات في المستقبل، إضافة إلى تعزيز التعاون وتوحيد الرؤى بحيث إنه يكون في تركيز على ناحية معينة وما يكون في ضياع أو تشتت للجهود في هذا المجال. وهي تحصل تقريبا في كل المناحي ممكن واحد يتخيلها في الحياة، في القطاعات الصحية، التنظيمية، الرياضية، السياسية، الاقتصادية، الثقافية، فكل مجالات الحياة يقام فيها نقاشات تسمى نقاشات الطاولة المستديرة، وهي تعتبر من الفعاليات اللي جدا منتجة، ويعتمد درجة فعاليتها وإنتاجها على كفاءة ومعرفة وخبرة الأشخاص المشاركين فيها. وبإذن الله المشاركة هذا العام هي تعتبر متميزة جدا، في عدد كبير من المنظمات الكبيرة جدا العالمية، إضافة إلى أشخاص أكفاء يمثلوا هذه المنظمات بخبرات متنوعة وفي عدة مجالات بما يخدم الإنسان في المستقبل إن شاء الله.